السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله الجمع الكريم وكل من حل وهل بيننا في ربوع أكاديميتنا المباركة. بمناسبة هذا التخرج البهيج أتقدم بهذه الكلمة المتواضعة مهنئة الفائزات والمدربات الرائعات، وعلى رأسهن دكتورنا الفاضل وليد مقبل الدين. وأقول كل علم يبدأ غريبا إلى أن يتوسع وينتشر، بعدها يبدأ الناس بالتعود عليه وتطبيق تعاليمه، وهذا ما ينطبق على علم النبر. العلم يحتاج إلى صدق، إلى صبر، إلى وفاء، فالنبر لم يأتي من فراغ كما يتوهم البعض أو كما هو مشاع عنه بأنه علم دخيل لا أساس له من الصحة والبناء. فالنبر عبارة عن تواتر صوتي مسند للصادق الأمين، تلقاه بدوره من رب العالمين عن طريق القوي الأمين سيدنا جبريل عليه السلام. قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو محفوظ خطا ورسما ونطقا بأناس مصطافين، وإلا لعجز اللسان عن النطق السليم بمخارج واضحة نقية، ووقع ساعتها تصادم لغوي ما بين اللسان العربي واللسان الأعجمي. لقد سخر العلماء كل ما لديهم واجتهدوا كل حسب ما وهبه الله من معرفة وعطاء لكي نحافظ على كتاب الله ونقف على حدود كل آية وكلمة وحرف. فمنهم من قام بتنقيطه، ومنهم من قام بتشكيله وتلوينه، وكما نعلم أن كل هذا لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول أن النبر ليس ببدعة، فهو عبارة عن إتقان الإتقان وزيادة في البيان للمعنى الحقيقي للقرآن. فبدلا من الأخذ بأيدي بعضنا في التشجيع والمثابرة، هناك من يعارض بدون برهان. وما هكذا قال الرحمن. يقول الدكتور وليد مقبل بأن الصيغ التي قام بصياغتها كفت ووفت وتنطبق بقدرة العلي القدير على القرآن الكريم من الجلدة إلى الجلدة. فمن سعى في خدمة كتاب الله جعل الله له مخارج بدلا من مخرج واحد، وهذا ما نراه من التسخير من المدربات. نسأل الله الذي شرح صدور العلماء الأوائل فيسروا لنا بوسائل بسيطة وخاصة في زمنهم، ونقلوا لنا القرآن العظيم حتى وصلنا بالطريقة التي بين أيدينا، أن ندعو رب العزة أن نجد دوما وأبدا آذانا صاغية وعقولا نيرة تقبل وتحلل وتناظر قبل أن تدبر وتنفر أو تعارض. لا يخفى أن أكاديمية النبر بدأت ببضعة أسماء، والآن الإقبال عليها في تزايد بشكل مهيب. هذا من فضل ربي وبفضل صبر الدكتور وليد والمدربات اللواتي كونهن وقمنا بدورهن بتسخير أوقاتهن لمثل هذه المهام الشاقة.
وها هي ثمار الأكاديمية قد حان وقف قطافها، والعمل الدؤوب ينهل ليزداد ببركة القرآن والصدق في العمل مع صفاء السريرة والنوايا الحسنة. وعليه في هذه المناسبة الاحتفالية لتخرج الدفعة الثالثة من سنة 2017 نبارك للأكاديمية بمسيريها وعلى رأسهم دكتورنا الفاضل وليد مقبل وكل المدربات والمشرفات على التدريب كل واحدة باسمها، كما أهنئ نفسي على متابعة مستجدات الأكاديمية وحضور حفل تخرج هذه الدفعة المتميزة. وفي الأخير أخواتي بناتي، اليوم أنتن متخرجات وغدا مدربات، أنصح نفسي وإياكن أن تواظبن على المثابرة وحمل المشعل، فهذا العلم يكبر بالنقل والتلقين لا الاكتفاء بدورات تدريبية فحسب والحصول على شهادات ورصها في درج النسيان. وفق الله دكتورنا الفاضل وسدد خطاه وأنار دربه وزاده الله من فضله، ولكم مني خالص الشكر والتقدير والاحترام بمزيد من التفوق والتألق لترك الأثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.